يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز حب الكافر لأمر دنيوي مثل صاحب حرفة أو غيره، أو صاحب قرابة مثل الزوجة الكتابية والأب؟ وكيف يجمع المرء مع هذا الحب وموجباته والبغض وعدم المودة وموجباتها المأمور بها في عين الشخص؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أنه يغتفر في الأمور الفطرية الطبيعية ما لا يغتفر في الأمور الشرعية الأمرية الدينية. أعيد القاعدة مرة أخرى، المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أنه يغتفر في الأمور الطبيعية الفطرية ما لا يغتفر في الأمور الدينية الأمرية الشرعية. يعني بمعنى أن الأشياء قد تكون فطرة وطبيعة فيغتفرها الشارع، ولكن لو فعلت على وجه الدين والتعبد والتشريع فإن الشارع يرفضها. من ذلك مثلا الخوف، فإن الإنسان إذا خاف من الجن خوفا طبيعيا فطريا كما هو حاصل لنا، إذا سمعنا بالجن أو مكان فيه جن فإننا نخاف دخوله، وإذا دخلناه تضرب قلوبنا خوفا، لكنه خوف فطري طبيعي لا بأس علينا ولا نلام فيه. ولكن إن كان الخوف الذي يصدر منا للجن خوف تعبدي فإنه يعتبر ردة وشركا. وكذلك وفقكم الله المحبة، فإن المحبة قد يكون منها جزء فطري جبلي طبيعي لا يلام الإنسان عليه، وقد يكون الإنسان يصدرها تعبدا ودينا وتشريعا فحينئذ يلام عليها. فالإنسان إذا كان له أب كافر وأحبه محبة أبوة وبنوة، يعني لأن الإبن يحب أباه، فهي محبة فطرية طبيعية جبلية لا يلام الإنسان عليها، فهو يحبه لا لكفره وإنما يحبه لأنه أبوه، والأبوة محبتها أمر فطري. لكن لو كان يحب أباه لكفره أي لدينه فهي محبة دينية شرعية لا يجوز ذلك. فالإنسان يبغض أباه لدينه ويحبه لأبوته، فأما بغضه لدينه فهي بغض شرعي، وأما محبته لأبوته فهي محبة فطرية. ولذلك إبراهيم كان يقول لأبيه يا أبتي، فهو يحبه لأنه أبوه ووعده أن يستغفر له، ولكن أعلن البراءة منه ومن شركه ومن كفره لا من باب وجوب الموالاة والمعاداة. أفهمتم هذا؟ وكذلك أيضا نقول إن الأخوة منها ما هو جبلي فطري، فالإنسان قد يكون أخا للكافر. ألا ترى أن الله يقول إذ قال لهم أخوهم نوح، فأثبت بين نوح وقومه الكفار أخوة، فما هذه الأخوة؟ هي أخوة النسب والقرابة، هي أخوة النسب والقرابة المقتضية لمحبة أقربائه، لكن محبة فطرية جبلية طبيعية لا بأس بها ولا يلام الإنسان عليها. وكذلك يقول الله عز وجل إذ قال لهم أخوهم هود، ويقول إذ قال لهم أخوهم صالح، وفي آيات أخرى أخوهم شعيب، وكل هؤلاء الأقوام كفار، فكيف يثبت الله عز وجل أخوة مع أن الأخوة منقطعة بين المسلمين والكفار؟ فالمؤمنون إخوة وليسوا بإخوة للكفار. فنقول إن الأخوة تنقسم إلى قسمين، إلى أخوة قرابة ونسب، وإلى أخوة دين وشريعة. فيغتفر في أخوة القرابة والنسب ما لا يغتفر في أخوة الشريعة. فإذا قلت إن هذا أخي وهو كافر يهودي أو نصراني وأنت مسلم، فلا بأس عليك أن تثبت بينك وبينه أخوة القرابة والنسب، لكن إذا قلت هذا أخي أي في الدين والاعتقاد فهذا محرم. ولعل الإشكال انحل عندك وفقك الله. فالإنسان إذا تزوج امرأة كتابية فله أن يحبها كزوجة، فإن محبة الزوج لزوجه محبة فطرية جبلية طبيعية، ولكن لا يجوز أن يحبها لأنها نصرانية. فالمحبة الدينية هي التي لا بد فيها من تطبيق قواعد الشرع في الموالاة والمعاداة والبراء والبغضاء والمصارمة. وأما إذا كانت محبة فطرية جبلية طبيعية فهذا لا بأس بها. وكذلك إذا أحسن إليك أحد الكفار فأحببته لإحسانه فهذا لا بأس، لأن الإنسان مفطور ومجبول على أن يحب من أحسن إليه، ولكن أما أن تحبه لدينه فهذا هو المحرم.
فكون الإنسان يحب أباه لأبوته فهي فطرة يتوسع فيها، ولكن يحب أباه لكفره فهي دين وشريعة لا يتوسع فيها. وكذلك الزوج إذا أحب زوجته الكتابية لزوجيتها فحينئذ أمر فطري يتوسع فيه، وأما إذا أحبها لنصرانيتها أو يهوديتها فإنه أمر ديني لا يجوز أن يتنازل أو يسوغ أن نتنازل عنه. فبيننا وبين الكفار المصارمة المطلقة والمعاداة المطلقة والبغضاء المطلقة، كما قال الله عز وجل قال الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وأظنك لما فككت بين ما هو فطري وبين ما هو ديني حينئذ ينحل عندك الإشكال، والإشكال عندك إنما ثار لأنك جمعت بين أمرين مختلفين، وبالتفريق بينهما ينتهي الإشكال إن شاء الله، والله أعلم.